المنخل الخشبي، وكان يستخدم قديما قبل صناعة المناخل الحديدية والمعدنية. نسأل عن المنخل الخشبي، عرفت المنخل؟ صح؟ من ساعة نسأل عنه، متى آخر مرة شفته؟ هل ما يزال موجود معكم بالبيت؟ والله دي شغلة، دي شغلة موجود أصلا حالا معدن؟ نسأل عن المنخل الخشبي، تعرف المنخل الخشبي؟ المنخل أيوه. إيش المنخل؟ المنخل ده الخشبي اللي يحطون في ايش يحطون الطعام فيه. ممتاز صفهم. طبعا الان اصبح طبعا منخل معدني. معدني نعم، ويسمونه منشله. تسمونه منشله؟ منشله. أيوه. هل موجود معك بالبيت مع جدك مع حد؟ اعطي لك جايز. والله اعطي لك جايز، ما ادري والله. تتوقع غير موجود الان؟ انقرب. والله انقرب ما قلت. طيب هل في حياتك شفته؟ لا والله. المنخل الخشبي هذا يعني متى اخر مره استخدمتيه؟ تاريخه قديم. قديم. هو طبعا تنخلون بالحبوب انتم؟ ايوه. طيب اذا كان موجود معك بالبيت ادي لك جائزه. ايوه موجود بيتكم؟ ايوه. فين بيتكم؟ قريب بعيد؟ لا هنا قريب. نشوف طبعا انطر الى بيتها. من الاخت الكريمه اسمك من؟ سونيا مساوه. سونيا اذا كان موجود معاه نبي ابيان ادي لها جائزه ومبدئين طبعا 15,000. ننطلق يا عبد الله، اذا معنا الاهل موجودين يلا. الأخت هنا إحدى الأخوات، ويقولوا أنها أيضا تعمل في مجال العزف. المنخل طبعا انقرض تماما الآن عندنا بحضرموت، يكاد يكون بالضبط. هذا من العزف؟ أيوة طبعا. مبدئيا طبعا نعطي لها المبلغ هذا 15,000 ريال من اسمنت العربية. مبروك عليك الأخت. قلت سونيا، سونيا في أبين. طبعا هذا مبلغك 15,000 ريال، مبروك عليك مبدئيا. طيب المزاد. طيب نحن طبعا معنا متحف تبع البرنامج، وايش رايك تهدي هذا الـ المنخل، تسموه ايش قلتوا انتم؟ المعر. المعر بلهجه اصحاب ابين، تهدي هذا المعر او المنخل للبرنامج. يعني بترجعوا لي اياه ولا لا؟ طبعا هو طبعا اهداء لمده عام كامل للبرنامج، بعد عام ان شاء الله يرجع لك. طبعا هو قديم صح؟ أيوة. ادي لك 5,000. لا بيرجع لكم ما هو حتى له بيرجع لنا، بس هو يعني قديم وقيمته. هاي بيرجع حصل زيه. هو بيرجع بعد سنة. بعد سنة عادي يرجع لكم. نحن بنستخدمه في المواسم. 8,000. أنا شو منه سعره 8,000؟ لا 8,000 لا. كم أنت كم تأدي؟ هاي كلمة منك وخلاص. 12 كلمة. طيب ونحن طبعا هي دائما تشاركوا في المعارض عادي، وإن شاء الله يعود لكم. طبعاً نحافظ على هذه المقتنيات وإهدائها بصدد الحفاظ عليها وجمعها ليتسنى الجميع طبعاً مشاهدتها وأيضاً رؤيتها في معرض الميدان بداخل طبعاً متحف السلطان القعيطي بالمكلا. 12,000 طبعاً نعطي له هذا المبلغ. 12,000 ريال أيضاً من اسمنت العربية راعي البرنامج خذ يا سعيد، وطبعاً يقدم لها كإهداء. وهذا المبلغ طبعا لك 12,000 ريال تستاهلي. طبعا انت من نفس ابيان؟ ايوه من نفس ابيان. وطبعا باقي ايضا لها هذه الهديه تستاهل من اسمنت العربيه راعي البرنامج. مبروك عليك كل عام وانت بخير وانت طيبه ان شاء الله. بامكانكم التصويت لها عبر يوتيوب لايضا لتظفر بجائزه وقدرها 100,000 ريال اذا كانت من اكثر المشاهدات في هذه الحلقه. في امان الله.